السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخوات السلام عليكم، كما كتشوفوا اليوم هيك كتواجهوا صبصم ديال 16 اخوان. المهم اللي شاف هذا الفيديو يدخل يشترك عندنا في القناة، شكرا لنا شي لايك وشي كومنتير زوين الاخوان، واللي ما اشتركش يدخل يشترك، ما تنساوش تبارطاجوا الاخوان. ومهم خلينا نعرفكم التسمين اللي كاين اليوم. تعطوك اخويا 110 شنو داير في السلادة؟ 2 93 مرقد ديالو منين هذا؟ 93 سلعة تبارك الله. كما تسمعوا الاخوان هذا 110 شمال ديالو 2 مرقد ديالو من ولاد سعيد، سلعة مليحة اللهم بارك. عطاك فهاد الخير من دابا باقي على الله خويا، دابا عطينا 60 دابا باقي على الله، عطاو 60 كلهم اثنين اثنين دابا ما قلتش واش تما قلتي والو، قولي بيجيني حاولي رانك خديتي عمي هذا؟ خديتي؟ 70 اللهم بارك. تحرقي في الغلب؟ داب السن قلب ما عليهاش قلب قلب هذا 70 باش خذها الاخوان تبارك الله اللهم بارك. تقع ما تقلبي تقع ما تقلبي. عطاك خويا فهاد الشمس؟ عطاك؟ عطيني 130 130 شنو داير في السنة؟ صاوب شي قانون 130 اخويا 130 130 اخويا اللهم بارك في صلصة 16 لا يسر لك اخويا. صلاتين هذا من؟ صلاتين كم؟ هذا عاطي 56 56 اخوان. عطاك خويا بكم؟ شنو؟ هذاك شنو عطاك فيه؟ عطاو 66 ريش غوبة هذا تو 66 هذا تو 66 84 84 بارك الله. وهذيك اللي غادي ليه شحال؟ هذاك 72 72 ويها باردة ويها باردة الله يسر لك امين. سامعين هذا المر؟ 84 جملة سامعين هذا المر؟ 84 مشوش 42 لواحد صلاة تبارك الله اللهم بارك لا يسر لك. شحال سامع هذا اخويا؟ 76 اخويا 76 نيادة ياك شحال السن صافي شحال؟ شحال التيتيل؟ 60 اخويا 60 اخويا 54 54 راه شجينا ندخل صافي سالينا هذا المر 58 لواحد 58 شحال عطاوك هنايا؟ 54 اي دوزنا في التلفازه ان شاء الله. من المركز هذا؟ الجمعة الجمعة السلعة البردرية ديال الاخوان اللي كتشوفوا دابا راه مليحة تبارك الله اللهم بارك الله يسر لك اصحابي بكران
سلام عليكم سلام عليها تبارك الله اللهم يبارك الله يسهل عليك صاحبي عجبك شي واحد شوف هنا سامعنا هذا 64 اخر 64 شنو داير في السناد هنا يا الله يسهل لك صاحبي بغيت نداوي تعطاك فهاد الخير مال يا عشرة شنو داير السناد ستاش كما كتسمعوا الاخوان هذا عطاهم يا عشرة ستاشي مباشرة من سوق 16 اللهم يبارك سبحان الله قال يقول غيجمعوا لي الدراوشية في السوق شوفوا الدراوشية سلام عليكم تبارك الله اللهم يبارك الله يستر لك اخويا